رايح وي. صبحكم بألف خير. اليوم الخميس 6 تشرين الأول أكتوبر. اليوم القمر مرافقنا برج هوائي برج الدلو في زاوية 120 درجة بين القمر والشمس، يعني في مثلث فلكي هوائي بيترك تأثيرات حلوة عن يعني الأبراج الهوائية. مواليد برج الدلو، مواليد برج الجوزاء، وأيضا مواليد برج الميزان، مفروض نهاركم اليوم يكون حلو، مش بس اليوم، بكرة أيضا. كيف رح بتكون كل الأبراج؟ البداية مع برج الحمل يلي اليوم بينبسط مولود برج الحمل بوصول هالمثلث الفلكي حتى ولو كان هوائي، بيرتاح من ضغط اليومين السابقين. الأجواء عندك حلوة جيدة، تفسح في المجال للمصالحة ولتقارب ولتقرب وتفهم، لكن بعد في شوية معاكسات عن 9 و10 نيسان أبريل. بالنسبة لبرج الثور هنالك بعض الضغوط الإضافية على صعيد مهني بالدرجة الأولى أو يمكن حتى اجتماعي إذا أنت ناشط اجتماعيا. المسؤولية كبيرة وما بتقدر تعطي انطباعات سلبية على الإطلاق، وفي احتمال أنه بعض مواليد برج الثور يبدأوا عمل جديد، وبتبقى المواليد الأكثر حظا 28-29 نيسان أبريل. بالنسبة لبرج الجوزاء، الجو عنده اليوم من أجمل أيام الشهر، اليوم وبكرة. كل هالشهر في عندك يومين بكل أسبوع رح بيكونوا حلوين جدا مثل اليوم وبكرة، نسبة النجاح بتعلى وبتقوى، الأكثر حظا 10-11 حزيران يونيو. بالنسبة لبرج السرطان، بعد تعب اليومين اللي مرقوا اليوم الجو بيسمح ببعض التسويات، بيسمح ببعض الترتيبات يلي بترجع بترد الأمور لمجراها الطبيعي. يمكن ما ترجع الأمور إلى مجراها الطبيعي مثل بسحر ساحر، لكن بين اليوم وبكرة الأمور مفروض تترتب، والسبت والأحد مفروض يكون عندك عطلة أسبوع حلوة، الأكثر حظا 30 حزيران يونيو. بالنسبة لبرج الأسد، انتبه اليوم مولود برج الأسد من كلام جارح أو من كلام بغير محله، خاصة إذا أنت عم تحكي او عم تتعاطى مع شخص وجها لوجه، انتبه من نبرة صوتك، انتبه لانفعالاتك، فحاول انك تضبط اعصابك في حال ورد او مرق شيء منه على ذوقك. اليوم نهار تكثر فيه حركة التواصل مع محيطك، وكون حذر من سرعة، من مجازفة، من تسرع 1-5 آب أغسطس. بالنسبة لبرج العذراء، بعد ما قضى يومين حلوين خفيفين ايجابيين مثمرين رومانسيين، اليوم الأجواء ترجع بتقول له المولود برج العذراء حان الوقت لترجع على المكتب، لحتى ترجع على الشغل، على الدرس، امتحانات دراسية أو حتى بعض المسائل الصحية. لذلك انتبه مولود برج العذراء من تعب أو من إرهاق، وانتبه من التأخير أو من اللهو، الأكثر حظا 31 آب أغسطس 1-2 أيلول سبتمبر. بالنسبة لبرج الميزان، اليوم طبعا مولود برج الميزان بما أنه ينتمي إلى مجموعة الأبراج الهوائية، أنت اليوم من تنتمي إلى مجموعة الأبراج الأكثر حظا. جوك اليوم كتير حلو، منه لحاله مفروض يمشي أمورك، لذلك إذا عندك مسألة بدها حظ أو أنت بتعتبر أنه ياريت في شوية حظ يدعمك، اليوم هو النهار، اليوم وبكرة، خاصة إذا كنت من مواليد 16-22 أكتوبر، الحظوظ عندك اليوم جيدة. أما بالنسبة لبرج العقرب فالجو عنده اليوم متعب مرهق، يمكن من امبارح المساء مرضت أو حدا عندك بالبيت مريض أو صار في عندك مسألة خلتك تتعب وينشغل بالك عليها. اليوم الجو بيسمح لك أنك ترتاح شوي بالبيت إذا بدك، أو يمكن حتى يكون في عندك رغبة أنك تبقى بالبيت أو تاخذ إجازة وتهتم لأمورك العائلية والشخصية، الأكثر حظا 28-29 أكتوبر. بالنسبة لبرج القوس، جو اليوم حلو بيسمح له أنه يكون في نقاش من حوله أو هو يدير نقاش حلو، حوار جيد. اليوم أنت منفتح وهذا الأمر يلفت الأنظار والناس تهتم لكلامك ولرأيك ويمكن تطلب حضورك أيضا، لذلك ما ترفض أي دعوة، بالعكس سمع صوتك وقوم بتنقلاتك، أكثر حظا بعده 24-25 نوفمبر. بالنسبة لبرج الجدي، هنالك بعض المسائل المالية إن كانت العلاقة بالراتب أو بمصاريف طارئة أو غير طارئة، أو حتى بمصاريف تتعلق بمساعدة أو دعم لأحد الوالدين أو للعائلة، يمكن حتى جمعية أنت منتسب لها تطلب منك بعض التبرعات، اليوم مسائل مالية بالواجهة، الأكثر حظا 30 و31 ديسمبر. بالنسبة لبرج الدلو، القمر ببرجه من امبارح المساء
وبالتالي ما حدا قده مولود برج الدلو باتخاذ قرار او حسم الامور، حتى مبسوط ومقلع وحاسس بطاقه كثير كبيره، وبالتالي اليوم بحس انه الدنيا مش ساعته. الاجواء جيده، ما تتسرع حتى ما تندم بعدين. في بدايه، في قرار، في خطوه، يا بتبلوروا لحالهم يا اما انت بتبلورهم بين اليوم وبكره. والاكثر حظا 8 9 شباط فبراير. اخر الابراج برج الحوت، اليوم وضعه لمولود برج الحوت يدعو الى الاستراحه. اليوم من الايام يلي ما لازم يتعب حاله الواحد. في ايام بما انه الوقت نوعيه، كل وقت له نوعيه معينه، في احيانا لازم نندفع، لازم نكون جريئين، لازم نكون شجاعين، في اوقات اخرى لازم نراقب، ما لازم نكون ناشطين وفعالين. اليوم من الايام اللي لازم نكون فيها باسيف، باسيف بمعنى انه نحن ما لازم ناخذ اي مبادره، بدنا نترك الحياه تمشي من حولنا، ونحن بنقعد نتفرج بكل هدوء ورواق، بنعمل شغلنا فقط لا غير، لا اكثر ولا اقل، لانه بالكاد اللي عندنا من طاقة فكرية وجسدية وصحية اليوم وبكرة بتكفينا. لذلك ما تعذب كتير حالك، خفف عنك الهموم والمشاكل والواجبات. السبت والأحد فيك تنطلق مجددا. الأكثر حظا 24-25 شباط فبراير. وبختم مع مولود اليوم، بقول له لمولود اليوم انه بانتظاره سنة من هالسنين الحلوة يلي خلالها بيظهر حدث بيميز السنة عن غيرها. فيكون حدث عاطفي، فيكون حدث عائلي، فيكون حدث رومانسي، فيكون حدث مهني او اجتماعي. هيدي السنه كثير حلوه لك، فحاول انك من الاول، اول الطريق، اول الدرب، بما انك بعدك مبلش السنه، تاخذ القرار والمسار الصحيح. اكتوبر، شباط، فبراير، وحزيران، يونيو افضل الاشهر. بتمنى لكم نهار حلو، الى اللقاء بكره مع ابراج جديده. باي باي.